سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال 3 أيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس الحار مستمر على منطقة مكة ومدينة مكة المكرمة وعموم منطقة تهامة مكة خلال يوم غد بإذن الله. أيضا الطقس المستقر متوقع في عموم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الجنوبية الغربية مع تراجع واضح في فرص الأمطار في المرتفعات الجنوبية الغربية. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم ولتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي تشكلت هنا في المنطقة الجنوبية الغربية هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية فيما خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم وساد طقس صافي في تلك المناطق. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الكتل الهوائية في منطقة الجزيرة العربية من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة بإذن الله، حيث يلاحظ سيطرة لكتلة هوائية حارة في المنطقة الوسطى والغربية ومنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل هذه الكتلة على ارتفاع كبير على درجات الحرارة. درجات الحرارة ستكون في منتصف الأربعينات في منطقة مكة المكرمة ومنطقة تهامة مكة، بالمقابل تتراجع وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية بسبب ابتعاد الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على المنطقة خلال الفترة الماضية واندفاع لكتلة هوائية معتدلة الحرارة من منطقة بلاد الشام ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. نذهب الآن لمنطقة مكة وتفاصيل حول الارتفاع الكبير على درجات الحرارة. هذه الخريطة تمثل توزيع الأنظمة الجوية المتوقعة خلال يوم غد وخلال نهار اليوم التي سادت، حيث هبت رياح شرقية جافة قادمة من وسط الجزيرة العربية باتجاه منطقة جبال الحجاز وجبال الطائف ومنطقة مكة المكرمة. هذه الرياح كانت شديدة الحرارة وشديدة الجفاف، عملت على ارتفاع كبير على درجات الحرارة. مدينة مكة سجلت 46 درجة مئوية. هذه الكتلة الهوائية الحارة لم تنجح بالوصول إلى مدينة جدة، حيث عمل نسيم البحر على تخفيض درجة الحرارة وجعل درجات الحرارة أقل مما سجلته مكة المكرمة. درجات الحرارة يتوقع أن تبدأ بالانخفاض على منطقة مكة المكرمة اعتبارا من يوم ما بعد غد أي يوم الخميس بإذن الله، لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، نسب رطوبة منخفضة حوالي 27%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية ل3 أيام القادمة بحول الله. يوم الأربعاء 40 درجة مئوية، أما الصغرى 27، يوم الخميس 41 إلى 27، أما يوم الجمعة طقس صافي 40 إلى 28 درجة. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.